نشوف على كل الاحوال الصور والمشاهد نحن وياك محمد ونعلق على الصور. اذا للمره الاولى رح نعرض ثلاثيات محمد العكاري ال 113 113 رضا محمد العكاري. لاحظوا هون عم بسدد، يعني عم نلاحظ محمد انه ليك الدفاع، يعني ما في كثير ديفنس عليك. اوكي موفق لا شك، يعني عم تسدد مش اول مره، انت يعني عندك برسنتج كثير منيح وبطوله غرب اسيا انت عندك افضل برسنتج لهلا 46%. خبرني شو كنت شو كان عم يصير معك؟ ليه ما كان عم يدافعوا عليك؟ ما عم يقتربوا منك بشكل قوي لاعبيه بجي؟ والله الصراحه هيك ما بعرف، بس انه انا قاعد بالملعب عم بجد عم باخذ الطابه لحالي بدي شوطها. عم تسدد 32 من 59 محاولة محمد. عم نراقب ثلاثياتك من كل الزوايا بعدين، يعني بس ميلة واحدة يعني ركز. سجلت 2 بوينتس كمان، يعني سجلت عدة مرات على هيدا. اوكي عندك رمية حرة واحدة مثل ما عرفت، رمية حرة واحدة و113 نقطة. ايرانوك بولت تشامبرلين لاعب الان بي اي اللي مسجل اعلى عدد نقاط بمباراة واحدة بالان بي اي هي 100 نقطة سنة 1962. انه انت تخطيته، بتحس انه بتستحق، لنكون صريح معك، بتستحق هيدي المقارنة؟ هلا اكيد ما فيني قارن حالي بتشامبرلين اكيد كعالميا، يعني انا عم بحكي كرقم. هلا كرقم انه مبسوط كثير، الرقم كثير كبير اللي حطيته. طب اقرب واحد لإلك هو كوبي براينت 81 نقطة سجلوا، عم بحكي اكيد ام بي اي، ما بدي اقارن بطولة اللعب الام بي اي يعني، بس انه عم بحكي كارقام. بعيد بعد بعيد 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 كوبي. محمد هون شو بعد المباراة ظهرت من المباراة، يمكن ما كنت انت عارف الوقعة رح يكون كبير بالنسبة لإلك، شو عرفت هيك؟ خبرنا خبريات حلوة صارت، قصص صارت معك، اتصالات من كل العالم، شو صار هيك تحضيره؟ مين هيك اتصل فيك تفاجأت؟ هو أول شيء أنا أمي برا في أمريكا عند خيي، راحت تزور، كانت هي أول تليفون تتصل فيني، قلت لي شو عامل؟ بقى لما عرفت الخبر بهالسرعة وصل لهونيك انبسطت كثير، ورفقاتي أكيد شيء قال لي تأخرت بكذبة نيسان، شيء قال لي انه اكيد لا منها مضبوطة الخبرية. انت عندك ثلاثة مش واحد، بالضبط معك بالضبط معك. هون عم نشوف اكيد النتيجة كمان كثير كبيرة 173 141